مرحبا بكم الناس الكل. اليوم شعلوا مع بعضنا دبارة من دباير السحور تصلح للسحور، اقتصادية وبنينة في نفس الوقت. جيت على بالي قلت علاش ما نعملوش التمر بالفاخس في عود اللوز، نعملو البسيسة نتاعنا، البسيسة اللي هي نافعة برشا برشا. لهنا خديت عندي دقلة نور، ولا تنجم تاخذوا تمر عادي، يعني تمر هذا هي معناها عادي ما فما حتى مشكلة هكا ولا هكا. انا كي لقيت الدقله نتاع تونس من غير ما خممت معناها طول خذيت منها. الوصفه هذه عندي البسيسه، البسيسه النوع اي نوع نتاع بسيسه عندكم، اي نوع نتاع بسيسه موجود عندكم في الدار تعملوه. كميه اللي تحبوا عليها يزي هكا. باش نحط لها البات نتاع الجلجلي، تحبوا تحطوه هكايا والا تحبوا تحطوه كعب هكا جلجلان، ولا تحبوا تحطوه فيكا، ولا ما عندكمش ما تحطوا حتى شيء. ديما معناها الباز هو البسيسه، نحطوا البسيسه وحطوا فيها الموجود عندكم اللي تحبوا نتوما. ناخذ هوني شويه من البات نتاع الجلجلان هكا. نجموا تعملوا العسل، تحطوا فيها العسل والا سكر معناها عادي. انا باش نحط سكر، نحط شوية بركة على خاطر الدقلة بطبيعتها حلوة. وطوا نحط شوية زيت زيتونة، اللي يحب زيت قطانية معناها يحط راهو زيت قطانية. انا راني ساعات كي بدا ما عنديش زيت زيتونة نحط زيت قطانية، ولا اللي ما يحبش المطعم نتاعو ولا يظهر له قوي نجم يحط. كيما قلت لكم تنجموا تحطوا طريف العسل، مغرفة العسل في بلاصة السكر. هذا هي البسيسه وزيت زيتونه نصبوا حتىش نتحصلوا على بات هكايه يعني، وحاجه باهيه صحيه تصبر لكم مده طويله زيده. نجي توا نختار كعبات الدقله هكا ونمسحوها، ماذا بينا الدقله ما نغسلوهاش، ماذا بينا الدقله نمسحوها. نجيو هكا نمسحوها بابيي ولا منديره تكون خير منديره كوتون. بعد ما نظفت كعبات التمر نتاعي نجي ناخذ التمر نحلها في اثنين، نجبد منها النوات ونحط فيها البسيس. هكا نحاول نمليها بالكدي بالبسيسه هكايا، ونجم نغطسوها في الجلجلان والا في النوات كوكو. عملت لكم الزوز، عندي زوز، ولا نحطوا فيها كعبه فيكيا هكايا نغطسوها في الجلجلان. نجيو ناخذ فاني نعملوها بنوات كوكو، وثلاثة نحطو فيها كيبالوس. هاو نحاول نحلها لماكسيموم باش نجم نحط فيها البسيسة. هاي هكا، ونجي ناخذ انواة كوكو هكايا نحط فيها. ونجي ونحطو فيها كعبة لوز هكايا، كعبة زوزة فستق بندق اللي عندكم. وهذوما التمر بالبسيسه نتاعنا اهوكم مزيانين وسيرتو بنين على الاخر. نكملهم ونرجع لكم ان شاء الله. طوى طرف هذه البسيسه اللي قعدت،
قص كعبات التمر اللي فيهم هذوك البسيسه. قعدوا نجي نحط عليه شوية عسل هكايا. ونزينها كيكة بكعبات لوز، نجم حتى طرف حلوة تحطوا عليها شوية حلوة ملونة، رشة جلجلين هكا. وهذا يا الصحن متاعنا ها هاو كأحضر متاع البسيسة متاعنا، حاجة ياسر بنينة وفيها كلها منفعة وتصبر لنا. وإلا نعملوا بسيسة عادية، معناها تعملوها كيما تحبوا نتوما، تزينوها باللي تحبوا نتوما، وإلا نعملوا بسيسة الجارية. نجي نحط هكا مغرفتين ونص، نحطوا عليها السكر كل واحد وال وإلا عسل إذا تحبوا عسل ولا سكر، ونحط لها الماء. هي بنتها تجيب الماء بارد. ونخلط هذوما ها هيك البسيسه نتاعنا بنه ومنفعه. وهذو مواصفاتنا كانوا لليوم، ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. على فكره لهنا تنجموا ترحيو التمر مع البسيسه، تنجموا تقصوا طريفات التمر وترحيوهم، معناها بالميكسور بلونجون ولا بالروبو هذاك عادي، يعني ترحيوه بال مع التمر. وهذه وصفتنا كانوا لليوم، ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم، وفي حلقه اخرى ووصفه اخرى ان شاء الله. وبسلامه.